أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الجولة الأخبارية من الآن، والتي نعرج فيها حول الأوضاع في الصين، تحديدا ما يتعلق بفيروس كورونا، حيث أعلن رئيس بلدية بكين أن العاصمة الصينية سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 31 إصابة جديدة في حصيلة يومية شبه مستقرة لليوم الرابع على التوالي. وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكدة في بكين خلال الأيام الستة الأخيرة إلى 137، في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمعا سكنيا في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات الآلاف من الأشخاص. وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن مطاري بكين ألغيا أكثر من 1000 رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بكين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة شينيانغ الصينية دكتور جاد رعد، الخبير في الشؤون الآسيوية. دكتور جاد، مساء الخير بالتوقيت الصيني، وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. وهل يمكن القول إلى أي مدى تتجدد الإصابات مرة أخرى في الصين، تحديدا في العاصمة بكين؟ هل هناك تخوف من موجة ثانية قد تكون أقصى من الموجة الأولى في الصين في بكين تحديدا؟ ما يحصل الآن هو ليس موجة ثانية، هو انتقال عدوى من شيء جامد أو عبر أشخاص إلى كمية منتجات في هذا السوق، وهذا السوق كبير جدا ويوزع إلى أماكن عديدة حتى تصل منتجاته أو يوزع إلى دول أخرى في شرق آسيا. وهذا ما أدى إلى الانتشار الواسع النطاق كما حصل، ولكن هذا ليس موجة ثانية، هذه إصابة واحد أو إصابتان حسب ما يعني أنت تقول أن أنت تقول أن هذا الانتشار وصفته بأنه واسع النطاق، هل هو واسع النطاق في العاصمة بكين وهو ما أدى إلى هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية؟ يعني هو كان ممكن أن يهدد كل الصين كل فرض الحجر، واليوم منذ الساعة 8 صباحا أصبحت كل مدينة بكين تحت إجراءات الطوارئ، يعني هناك مجمعات سكنية كما ذكرتم عليها حجر كامل، ولكن منذ صباح اليوم كل بكين تحت إجراءات الطوارئ، ممنوع الدخول وممنوع الخروج، وتم إقفال المدارس والجامعات والمطاعم، ويعني عدنا عادوا إلى أيام الطوارئ مثل شهر فبراير ومارش الماضي. نعم. ولكن بعد ظهر اليوم تحدث الإعلام التلفزيون المركزي في الصين أن الشرطة قامت بإيقاف شخصين وهما في المستشفى، ولكن تم نقلهما من المستشفى في مقاطعة خبي المساخمة لبكين، تم نقلهما إلى بيجين ووضعا تحت حراسة الشرطة. وحسب ما تحدث المسؤول من الشرطة، هو قال أن هؤلاء الشخصين كانا يعلمان أنهما مصابان وهما يعملان في جهاز رقابي، وهما انتقلا إلى مقاطعة خبي وقاما بإخفاء المعلومات ولم يتجاوبا بصدق مع المعطيات والسندات التي يجب أن يقدمها. وبالتالي الآن عندما تدخل الشرطة في إطار التحقيق، هذا يجعلنا نثير الشك، لا سيما أننا يعني هذا الشك مرتبط بحديث أحد الكبار الباحثين يوم أمس عندما قال أن الخريطة الجينية المنتشرة حاليا في بيجين لا تتشابه مع الخرائط الجينية المسجلة سابقا في الصين، إنما هي من مشتقات الخريطة الجينية المسجلة في أوروبا. وهذا يعني هذا الموضوع الآن يطرح نقاط أسئلة كبيرة جدا. نعم. طيب، ألا تشعر أن هناك مفارقة أن يتم إغلاق العاصمة الصينية بكين، وهي التي سجلت 137 إصابة فقط خلال 6 أيام ماضية؟ هذا الرقم كما تعلم هو 1% من أرقام تسجل في أوروبا أو في الولايات المتحدة في اليوم الواحد وليس في 6 أيام. نعم، ولكن يعني هذا الموضوع سبق لأكثر من مسؤول صيني أن تحدث أن الصين تعارض بشدة مبدأ سياسة القطيع. بالنسبة للصين الحجر وإجراءات الطوارئ تطبق لأنها على مبدأ أو على خلفية أيضا ما تحدث به الرئيس الصيني، أن كل حياة إنسان هي قيمة كبيرة بحد ذاتها، وبالتالي عندما يكون خطر كبير محبك بحياة كمية من الناس، فبالتالي ستزيد الإجراءات بسرعة، لأن هناك قرار سياسي في الصين أنهم لا يريدون تطبيق سياسة القطيع، إنما سياسة مناعة القطيع،
انما يريدون القضاء على هذا بشكل مباشر. نعم. وهنا ايضا يعني تذكرت الان فكره ان السلطات الصينيه الان تبحث موضوع خطه تلقيح واسعه النطاق في بيجين، لان عدد الفحوصات حتى اليوم الان عدد الفحوصات بلغ تجاوز ال 200,000. تلقيح بماذا؟ النتائج ليست تلقيح ضد كوفيد 19. هل الصين اكتشفت لقاح صيني؟ اكتشفت لقاح حديثا؟ هذا اللقاح ليس حديثا، هذا اللقاح بدأ تجاربه الأولى في 16 من فبراير، وتم تسجيله رسميا في 17 من أبريل، ومنذ أيام فقط حصل اتفاق بين الحكومة الصينية وحكومة البرازيل لإجراء فحوصات هذا اللقاح على 9,000 متطوع في البرازيل. هلا بحسب المعايير الدولية هذا اللقاح يصبح معتمد دوليا عندما تنتهي المرحلة الثالثة، عندما يطبق على أشخاص أجانب. نعم، التجارب السريرية واسعة النطاق. لكن نظرا نعم وخارج البلد. نعم. نعم. ولكن بسبب الأوضاع الخطيرة، يعني أنا أستعمل كلمة خطيرة لأني سبق وتحدثت أن هذه الخريطة الجينية تتشابه مع تلك المسجلة في أوروبا. أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا يا دكتور جاد. أنت تقول أن الشرطة تحقق في كيفية وصول هذا الفيروس الجديد، إنجاز هذا التعبير المخل، إلى العاصمة بكين، وهو مختلف نوعا ما عن ذلك أو الخريطة الجينية التي كانت سجلت سابقا في ووهان الصينية عند انتشار هذا الفيروس في نهاية ديسمبر الماضي وبداية هذا العام. إذن هل يمكن القول أن الإصابات الجديدة، أن الفيروس الجديد في العاصمة بكين هو أمر مقصود وبالتالي يتم فتح تحقيق بشأنه؟ يعني حتى الآن نحن علمنا بعد الظهر اليوم علمنا أن هناك تحقيقات شرطة تجري وهناك شخصين تحت مراقبة الشرطة في المستشفى، ولكن يعني هذا لا يعني أنها مؤامرة، يعني هذا لا يعني أن هناك مؤامرة تجسسية. ممكن أن تكون العدوى انتقلت عبر الغرب عن غير قصد، ولكن لمجرد أنها وصلت إلى هذه السوق، نحن نتحدث عن 1,200,000 متر مربع، يعني هذا من أكبر الأسواق في شرق آسيا. طيب، البعض يتحدث أيضا أن هذا الفيروس الجديد في العاصمة بكين وجد وانتشر من أحد الأسواق كما ذكرت من المأكولات البحرية. هل هذا يعيد الحديث مرة أخرى إلى ما يتعلق بالطبيعة الاجتماعية والطبيعة الغذائية للمجتمع الصيني للشعب الصيني؟ لا، يعني الحيوانات البحرية التي تحدثوا عنها، في هناك أكثر من تصريح فسر المقصود فيما بعد. المقصود لم يكن كل الحيوانات البحرية، المقصود كان سمكة السلمون بالتحديد ومصدرها النرويج، ولكن يعني مع الوقت تبين نتيجة التحليل أن سمكة السلمون بحد ذاتها غير قادرة على تطوير أو حفظ الفيروس، ولكن ممكن أن يكون الفيروس ملتصق بالصندوق، أو ممكن أن يكون على أي عامل مادة أخرى مثل الصندوق أو كيس بلاستيك هذا حمل الفيروس من النرويج إلى الصين. ونتيجة نوع معين من التساهل حصل ما حصل. طيب، يعني هناك إجراءات صدرت منذ يومين تتعلق بكل المنتجات الغذائية المستوردة في الصين، حيث تخضع منذ يومين لإجراءات وقوانين جديدة. نعم، أخيرا يا دكتور جاد، هل يمكن توقع مدة معينة لإغلاق العاصمة بكين، لإغلاق مطاري بكين؟ اليوم تم إلغاء 1,000 رحلة إما قادمة من بكين أو خارجة منها. نعم، يعني هذا عدد الأيام على يعني مش ليس على الأرجح، على الأقل 21 يوما. على الأقل 21 يوما. نعم، الدكتور جاد رعد الخبير في الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. كنت معنا من مدينة شينيانغ الصينية، شكرا جزيلا.